لدى استقبال سموه لسفير جمهورية السودان الشقيقة لدى مملكة البحرين، جدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف إلى جانب السودان الشقيق في مختلف الظروف ودعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في النماء والتقدم. ورحب سموه بتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري في جمهورية السودان الشقيقة، متمنيا سموه أن تسهم هذه الخطوة في إرساء السلام والمصالحة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلد الشقيق ووضعه على مسار التنمية والنهضة بما يلبي طموحات شعبه في مستقبل مشرق ومزدهر. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم السفير إبراهيم محمد الحسن سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى مملكة البحرين، حيث بحث سموه معه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع في السودان الشقيق. أكد سموه حرص مملكة البحرين على توسيع أوجه التعاون مع السودان الشقيق والارتقاء بها في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب سفير جمهورية السودان الشقيق عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بتطوير آفاق التعاون السوداني البحريني، وبحرص سموه الدائم على الاطمئنان على استقرار الأوضاع في السودان بما يجسد عمق علاقات المحبة والأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيدا بمواقف مملكة البحرين المساندة للسودان في كافة الظروف، متمنيا للبحرين وشعبها دوام الازدهار والتقدم.